اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين في فقرتنا الاولى من حلقه النهارده في البيت الكبير. حينما تسال عن معنى الوطنيه تجد ان الاجابه الاكثر واقعيه ترتبط بمقدار وقفه الرجال مع وطنهم وقت الازمات والصعاب والعمل على تقدمه في الرخاء. ولذلك فحينما تاتي ذكرى تحرير سيناء لا يمكن اغفال دور الرجال الذين لم يعرفوا معنى الخوف ولا الجبن حينما وقفوا أمام المستعمر الإسرائيلي، فهم عنوان مصر والسلم الذي تحقق به المجد والكرامة. ضفنا في هذه الفقرة اللواء أركان حرب مجدي أحمد شحاتة، هو أحد أبطال هذه الحرب. ازي حضرتك يا فندم؟ سعداء جدا بوجود حضرتك معنا، ويشرفنا طبعا وجودك معنا في هذه الفقرة في البيت الكبير. الله يخليك، الحمد لله رب العالمين، وده شرف ليا ان ابقى بكون في بيت الأهلي البيت الكبير، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب، دايما بنحتفل بذكرى تحرير سيناء، وحضرتك كنت من المشاركين، اشرح لنا كده الوضع بمنتهى البساطه، لانه في شباب اللي هو الشباب اليومين دول بيسمع عن حرب سيناء وتحرير سيناء، ماذا حدث في هذا اليوم؟ اللي حدث في هذا اليوم كان يوم بتنتظر القوات المسلحه بالكامل. ايوه. انا ما بتكلمش عن نفسي، بتكلم كلنا كمقاتلين وضباط وصف وجنود وشعب، مش يعني كان الشعب قبلنا بيدفع بينا عشان خاطر نصل لهذا اليوم اللي احنا نحقق فيه استعاده الارض بتاعتنا اللي احنا خسرناها في لحظات صعبه، في صعبه جدا، واستعاده الكرامه، لان احنا برضو كانت هزه لنا كشعب وكمصريين ان اسرائيل او العدو الاسرائيلي في هذا التوقيت ان هو يقدر ياخد ارضنا بهذه السهوله ويستولى ويهدد العمق كمان، يعني اسرائيل كانت طيرانها بيصل للعمق في مصر. كانت لحظات صعبه جدا علينا وعلى الشعب المصري، فبالتالي كان لازم الاعداد السريع والجيد لاستعاده الارض. فنموذج حرب 73 ده يعتبر نموذج لازاي تقدر تنجح باقل الامكانيات. بأقل إمكانيات يا فندم، ودايما ما قبل الحرب، قبل ما قبل الحرب هو أعتقد اللي بيودينا أو اللي بينجح الموضوع، بينجح الحرب نفسها، الإعداد للحرب. الإعداد للحرب أعتقد أن خلال سنتين أو أكتر أو يمكن أقل، حضرتك هتقول لنا، كان فيهم مجهود كبير جدا 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 سبق زي ما حضرتك قلت الإعداد للحرب. إيه اللي حصل في السنة ولا سنتين ما قبل الحرب عشان تقدروا توصلوا بهذه المعنويات المرتفعة وبهذا بهذه الجسارة الكبيرة جدا عشان تقدر تصل إلى قدامكم خط برليف؟ أنا متخيل الموقف قدامكم خط برليف، حاجة طبعا كانت كل الناس بتكتب عنها في ذلك الوقت إنها حاجة حصينة جدا ولا يمكن إن حد يتعداها وكذا وكذا. سنة قبل الحرب بيتم الإعداد ليوم لهذا اليوم اللي هو يوم 6 أكتوبر، إيه اللي كان حصل؟ هو جت الحقيقة الإعداد في نقسمه نصين. ايوه فهمت. النص كان الاول او في الجزء الاولاني كان استعداد فطري او طبيعي. كان مش تجهيز مخطط كمصري. ليه؟ لان احنا موقف وكان لازم يبقى فيه رد فعل. ايوه فهمت. فرد الفعل يا اما انهيار، موقف شديد انهيار دوله النار، وده اللي كان العدو الاسرائيلي بيسعى ليه، وقال لك خلاص الناس اللي كانت فاكره نفسها انها يعني قوة لا تهقر وان خلاص هيخش اسرائيل في خلال ساعات وكلام من ده، لا النهارده ادي مصر اهي خدنا منها سينا بالكامل وبنهدد العمق، وهي والشعب فعلا بدا يعني كان في الجو ما كانش توتر كبير
وخوف ورهبه ومجهول مش عارفين. فبالتالي كانت اول مرحله لازم اللي هي التماسك. التماسك ان احنا لا يعني ما يعني ما ننهارش، نقف ونتماسك. وعدينا المرحله دي اللي هي بقى جماعه في ناصر يعني كان عاوز يتنحى، والشعب قال له لا انت مسؤول ولازم تكمل المسؤوليه. أيوه. الناس بدات تفوق، بدات القوات تنظم نفسها لحد ما في عوده منظمه بقدر الامكان. السوشيال السوشيال والتأثر اتأثر، ولكن بقيه القوات بدات تاخد وتبدا بتركيز شديد وبقى رؤيه تانية مختلفه عن اللي احنا كنا فيه قبل 67، يعني قبل 5 يونيو غير بعد 5 يونيو تماما. اوكي. لغايه لما العدو الاسرائيلي بدا يتوحش ويتحرك زي ما هو عايز. كان فاضل جزء صغير قوي في اللي هو بور فؤاد، مدينه بور فؤاد، وحته اسمها راس العش كانت موجوده الطريق اللي بيودي بور فؤاد، وبعد كده في ملاحات او في سبخه وفي قناه السويس، يعني طريق ضيق اللي بيودي لبور فؤاد. وده كانت عمليه سهله جدا بالنسبه للعدو الاسرائيلي. أيوة. كانت ممكن يعملها، كان بيعملها يعني كان، لكن صدرت الاوامر من جماعه بنصر شخصيا لقائد الكتيبه سيد شرقاوي فاز توقيت الله يرحمه، قال له بور فؤاد ما تسقطش، راس العش في بور فؤاد ما تسقطش يا سيد. فطبعا الراجل خد هذا الكلام وبدا ينظم كمين في راس العش، وده كان اول كمين ضد يعني يوقف العدو عند حده وما يقدرش يخش بور فؤاد. فاصبحت بور فؤاد هي المدينه الوحيده اللي كانت خارج يعني بره احتلال العدو الاسرائيلي في سيناء. ودي كانت مثال جميل لازاي بقى القوات المصريه تقف بقوه صغيره جدا، يعني عباره عن فصائل فصلتين ورا بعض يعني كلام بسيط جدا، ويقفوا قدام العدو يضربوا له اول ثلاث اربع دبابات الاول في المضيق الضيق ده في الحته المكان الضيق. فبالتالي ما قدرش الكتيبه كانت قوات كبيره ما قدرش يخش، فبدا يقف بدا يضرب طيران. بدات قواتنا اللي في الشرق كان لسه ما عملتش بقى ساتر، لسه في البدايه خالص، كانت لسه قبل اللي في الغرب. قواتنا اللي في الغرب بدات تتعامل بوحشيه بانتقام، ناس بقى ما خدتش فرصتها في المعركه، غل بقى فعايزه اطلعه. هي بالظبط كده. أيوه. فبداوا بقى يعني جميع القوات ما بين مدرعات لمشاه لبقيه الكتيبه الناحيه الثانيه لدفاع جو، كله كان بيضرب في الجانب في اسرائيل بالجنب في الحيطه. فبالتالي لقى نفسه لا يمكن هيقدر يكمل، ووقف فعلا ورجع وبدا. بس هو كان عاوز ينجح يسحب الدبابات والجرحى بتوعه والميتين من الـ من الـ من الحته دي. أيوة. وانسحب فعلا والحمد لله. ده كان اول اختبار حقيقي ل الجيش المصري بقى في المواجهه. في المواجهه يعني بامكانيات ضعيفه جدا ار بي جي 2، يعني حتى مش كان حاجه كده حاجات قديمه كده جدا. لا حاجه مدعيه خالص، هو كان بمدرعات. ورغم كده يعني الابطال بتوع راس العش حسني سلام، فتح عبد الله حسني سلامه، مجموعه كانت من الابطال عملوا كان يعني شغل ما ارقى ما يمكن. ده كانت البدايه الحقيقيه.